وذلك بسبب قيام مدير ناحية أبي غرق أياد قوة شقيق قائد شرطة بابل علي قوة بالاعتداء السافر والاستخدام المفرط للقوة، كونه قام بفتح أنبوب ماء غير رسمي لمنطقة مجاورة لهذه المناطق ولديها أنبوبين من الماء تغذي المنطقة، حيث قام مدير الناحية بالاتصال بشقيقه قائد الشرطة واستدعاء قوات السوات والتي قامت بالاعتداء العشوائي وإطلاق العيارات النارية الحية وترويق الأهالي والدخول إلى البيوت بدون أمر قضائي، مما أدى إلى جرح العديد من الأهالي والاعتقال العشوائي لآخرين من كبار السن وتعذيبهم وعدم السماح للجرحى بالتداوي وعدم السماح لهم بتقديم الشكوى، وذلك بأمر قائد شرطة بابل. لذا تكليف المدعو أياد قوة من إدارة ناحية أبي غرب كونه المسبب الرئيسي للحادثة واستخدام واستغلال سلطة شقيقه والاعتذار من جميع الأهالي في منطقة أبي غرق الأوسط، وبخلافه سيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى.